recruter à travers ce ministère de l'Emploi pour nous aider dans notre développement. C'est quoi, d'un âge, à de l'âge de l'âme من أجل أننا نوقع على واحد العدد ديال الاتفاقيات من أجل تشغيل 6000 مغربية ومغربي في مختلف المجالات اللي عندها علاقة مع الخدمات وكذلك مع مجالات صناعية. علاش هذا الشيء؟ لأننا طلبنا من هذه المقاولات اللي سنوا الاتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأنهم يحرصوا على أن هذا التشغيل ما يكونش كله من المناطق اللي معهود أنها تخدم الناس، نمشيو حتى للمناطق اللي ما فيهاش فرص الشغل ونقربوا هاد يعني هاد لي زونتروتيان اللي كيداروا باش نقدروا المواطنات والمواطنين اللي ربما عندهم صعوبه باش يتنقلوا صعوبه ماديه باش يتنقلوا باش نوصلوا لهم هاد الامكانيه هادي ونتمنوا من الله انهم يتخدموا. ثانيا بالاضافه لهاد 6000 كاين 1200 حامل وحامله مشروع اللي غادي يتواكبوا من طرف بعض المقاولات من هادو اللي مضينا معاهم اليوم. علاش غادي يتواكبوا؟ باش يصاوبوا المشاريع ديالهم، لانهم كما تتعرفوا هاد الشيء ديال التشغيل الذاتي ورياده الاعمال والمقاوله خصوصا بالنسبه للشباب ديالنا المهم فيه هو انه يقدروا يولجوا لطلبيات العروض او الصفقات. فملي كتجي واحد المقاوله اللي عندها المهنه تكون متخصصه مثلا في تكنولوجيا المعلومات ولا شي حاجه وتتعطيك هي المواكبه وتتعطيك من بعد جزء من طلبيات العروض اللي عندها حسب طبيعه الحال ما سيتوفر لديها، فبطبيعه الحال غادي نعطيو لهاد الشباب ديالنا واحد التاطير من واحد الطراز عالي وعالي جدا. اذا الى لاحظتوا المقاربه الجديده والجيل الجديد من الاتفاقيات اللي كنحاولوا نوقعوه مع هاد الشركاء مشكورين هو كنحاولوا نوفروا اكبر عدد ممكن من الحدود الحقيقية من أجل إما إدماج المغاربة سوق الشغل بواحد الوظائف تكون إن شاء الله بإذن الله قارة، وإما نعاونوهم باش يديروا المشاريع ديالهم الذاتية. وكنحاولوا في هذا الإطار أن هذا الشيء نوزعوه على المغرب ديالنا كامل وعلى جميع العمالات والأقاليم على قدر الاستطاعة بطبيعة الحال، ولكن هذا هو التوجه على أي حل. إطار هذا التفعيل اللي كيخص الإشكالية ديال دعم التشغيل، ولكن كيخص أيضا الإشكالية ديال الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هي خصها ما تبقاش غير شراكات كلاسيكية ولكن تطور ويتم التطوير ديالها بواحد الابتكار اللي يكون أكبر وبواحد الإدماج ديال التكنولوجيا وبواحد التضافر الجهود اللي يكون بطريقة يعني أكثر فعالية وأكثر يعني تسهيل العملية ديال دعم التشغيل ودعم إنشاء المقاولة وتحسين قابلية التشغيل. القطاعات المعنية هناك القطاع السيارات، هناك شركتين قطاع السيارات، هناك قطاع المناجم المعادن، هناك قطاع الخدمات. Convention qui prolonge le partenariat que l'IDEC a avec l'ANAPEC. C'est un partenariat qui fonctionne depuis plusieurs années et qui nous permet, grâce à nos partenaires de l'ANAPEC, de travailler sur le sourcing des embauches, des candidats au remplacement ou à l'acquisition de nouvelles fonctions sur l'IDEC. C'est à l'IDEC, sur les 6 prochaines années, nous aurons à peu près 25 à 30% du personnel qui va partir à la retraite, qui va quitter ses fonctions. Et donc nous devons préparer, avec des organismes aussi pointus que l'ANAPEC, cette capacité à nous doter toujours des meilleures compétences, les mieux formés, les plus préparés à affronter les enjeux de demain. Donc on est ravis et très honorés de ce partenariat, ce qui nous permet de nous mettre en situation de poursuivre la qualité de nos actions, de notre travail dans le domaine qui est le nôtre, celui d'amener l'eau, l'électricité pour les 5 millions de Casablancais.